السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني، نتمنى تكونوا بخير. أحوالكم إن شاء الله بخير. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نوريكم الطريقة ديال تفعيل بطاقة اتصالات الناس اللي كيشراو بطاقة من فلاش. هذه هي الطريقة باش كيتفعل البطاقة عن طريق ديلير اتصالات. على بركة الله. كنفتحوا هذه البطاقة، ولا كناخذ هذا الرقم التسلسلي الموجود في البطاقة. هذا هو الرقم التسلسلي. كنمشيو للديلير ديالنا، كنديرو ديز 200 ديز اتصال. كنختاروا الاختيار او واحد الاختيار، واحد هو ديال اكتيفازيون ديال هاد لاكارت، و اختيار جوج هو واش تعرفوا لاكارت واش ماكتيفيو ولا لا. كنديروا حنا كان غادي نديروا الاختيار واحد. كنديروا الريبوندي واحد، اوكي. دابا غادي ندخلو هاد الرقم التسلسلي ريبوندي. كنكتبو هاد الرقم التسلسلي موجود على البطاقة. كنديرو اوكي. دابا كندخلو رقم البطاقة الوطنية. رقم البطاقة الوطنية مثلا، كندخلو الاسم كنخلو الاسم العائلي، وهكا غادي تكون على كارت سيم اونجستري افيك سيكسي. هذه هي الطريقه ديال تفعيل البطاقه ديال اتصالات المغرب. والناس اللي بغاو يفعلوها وما عندهمش ديلير، مرحبا يصيفط لي في التعليق وانا غادي اكتيفها له مجانا. وشكرا على المشاهدة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تبارطاجيوه مع الأصدقاء وتشاركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله في فيديو قادم إن شاء الله.